مدينة خان شيخون خالية من المسلحين ولأول مرة منذ 6 سنوات، باتت اليوم في عهدة الجيش السوري معركة الأيام الخمسة، هكذا أطلق عليها القادة الميدانيون. تقدم خلالها الجيش محررا تلالها المحيطة، ولا سيما النمر والسريتيل اللتين ساهمتا في إسقاطها سريعا بيد الجيش. منذ بدء الحملة العسكرية للقوات المسلحة السورية في منطقة ريف حما الشمالي وريف إدلب الجنوبي، تم تحرير حوالي 500 كيلومتر مربع من هذه المنطقة ما بين مناطق وقرى وبلدات. الضربات المركزة والسيطرة على التلال الاستراتيجية وعنصر المفاجأة والهجوم ليلا عوامل ساهمت في الإسراع بانهيار دفاعات جيش العزة وجبهة النصرة وجند الأقصى وحلفائها، تاركة مواقعها أنفاقا وخنادق وبعض التحصينات للجيش السوري على أكثر من 60 منطقة وبلدة في ريفي حما وإدلب. تزامن مع العمليات العسكرية بريف إدلب الجنوبي، السيطرة على التلال مثل تلة السريتيل، تلة النمر، وكان الاقتحام لصعوبة الاقتحام نهارا لجأنا للأعمال العسكرية ليلا، كون عندنا آليات ومناظير ليلية، والصعوبة كانت الاقتحام بالنهار كون هن المسلحين يلتجئون إلى المغر والأنفاق. لموقع خان شيخون أهمية استراتيجية، فالمدينة تقع على الطريق الدولي وعلى عقدة طرق بين قرى ومدن ريفي حماء الشمالي وإدلب الجنوبي. خان شيخون إلى أهمية خاصة، أولا هي على طريق الأستراد الدولي M5 يلي بيربط العاصمة دمشق، إذا أخذناها من نصيب العاصمة دمشق حمص حما وصولا إلى حلب، إذن تربط الأستراد الدولي خان شيخون. 2، خان شيخون تعتبر عقدة مواصلات هامة في المنطقة محليا. عمليات التمشيط في ريفي حما وإدلب شارفت على الانتهاء بالتزامن مع بدء خدمات حما بتأهيل الطريق تمهيدا لإعادته إلى العمل، لتتوجه الأنظار إلى 110 كيلومترات من الطريق الدولي بين حلب ودمشق.